من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لا يخفى الآن على أحد ما تمر به مصر من أزمة حقيقية، ومصر قد لا يعرف قدرها كثير من الناس. مصر التي كرمها ربنا تبارك وتعالى فذكرها في القرآن، وما أجمل قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر بلد الأنبياء وبلد الأولياء، مصر أرض الجود والكرم والوفاء والعطاء، مصر التي أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مصر التي مشى على أرضها خليل الله إبراهيم ونبي الله موسى ونبي الله إسماعيل ونبي الله إدريس ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف، ومشى على أرضها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر التي قال في حقها فاتحها العظيم عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي النابض، فلو توقف هذا القلب لمات البدن كله، ولو تعطلت وقطعت هذه الرأس لتعطلت القاطرة العربية والإسلامية بكاملها. لذا فإن الحرب الشرسة على مصر لا تنقطع ولن تنقطع، فهم لا يريدون لهذا البلد أن يستقر أو أن ينال مكانته مكانة القيادة والريادة قط. ولذلك حاول الأعداء بكل السبل أن تظل مصر بعيدة عن مكانتها وريادتها وقيادتها، وهم يريدون أن يشغلوها بالفتن وبالأزمات الداخلية. ولا شك ولا ريب أن أخطر فتنة تتعرض لها مصرنا الآن في هذه الأيام هي الفتنة الطائفية. وأنا أود أن أقول كلمات واضحة لله جل وعلا، فأنا والله ما أتيت الليلة إلا لله ثم من أجل هذا البلد. أقول أيها الأفاضل، مصر بلد المسلمين والأقباط، وهي ليست ملكا للمسلمين فقط، ويجب علينا جميعا أن نعلم أن الفتنة إن اشتعلت ستحرق المسلمين والأقباط معا، فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا. فلا ينبغي أن يتوهم دعاة التحريض ودعاة الفتنة الذين يريدون أن يؤججوا العواطف، وإن شئت فقل الذين يريدون أن يدمروا الأخضر واليابس وأن يحرقوا مصر كلها.
لا ينبغي أن يتوهم أولئك المحرضون أن النار ستلتهم المسلمين فحسب، بل ستلتهم المسلمين والأقباط معا. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نعم إننا أمام أزمة وفتنة حقيقية، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل هذه المحنة والفتنة، لكنني أقول: كفانا نفاقا، فلن تحل الأزمة والفتنة برفع الصليب مع الهلال ولا بمصافحة شيخ لقسيس، وإنما ستحل هذه الفتنة والأزمة بالحق والعدل، بالمصارحة والصدق والوضوح. لا بد أن يجلس الفريقان بلا نفاق وبلا تملق وبلا مجاملات كذابة، وإنما فليخرج كل فريق ما عنده في تصارح ووضوح ومصداقية عالية، وأن يحكم القانون بالعدل والحق على المسلمين والأقباط، وأن يحكم القانون بالعدل والحق على المسلمين والأقباط. لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة يقول فيها: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استعمال القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر بن عبد العزيز: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم ينبغي أن يطبق القانون بحسم وحزم على المسلمين والأقباط معا بلا مجاملة أو محسوبية أو ظلم، فنحن لا نقبل الظلم لا لمسلم ولا لقبطي، لا نقول ذلك سياسة ولا تملقا، وإنما نقول ذلك تدينا، فهذا ما يمليه علينا ديننا ويعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.